قف بجانب الاستاذ مهدي جبان وهو عضو مجلس الاداره السابق بنادي نجران والمشرف الحالي على الفريق الاولمبي. ارحب فيك استاذ مهدي، وانت بكل تاكيد احد ابناء المنطقه الشرقيه ايضا من خلال دراستك. اول شيء قول لي كيف الاجواء في الشرقيه؟ اجواء في الشرقيه انا الحمد لله يعني اجواء حلوه، واليوم بالذات يعني جو مباراه، الجو مغيم وان شاء الله نستمتع بمباراه حلوه. تشارك اللاعبين اليوم مباراه؟ والله يا ليت توني اقولهم قبل المباراه، قلت ليتني بس ارجع العب معاكم يعني. جميل. نتحدث معك عن هذه المباراه استاذ مهدي، وهي بكل تاكيد مباراه على ذكرى مؤلمه للفريق النجراني، خماسيه في نجران 5-1 في مباراه الدور الاول. كيف هيئت اللعيبه قبل هذه المباراه للمواجهه مع فريق تغلب عليك بخماسيه؟ والله الحمد لله يعني الفريق آخر مباراتين اللي قدام الفتح وقدام الفيصلي قدم مباراة يعني من أحلى المباريات اللي شفتها لهم يعني. والإدارة بإدارة النادي ومجلس الإدارة الحالي ما قصروا، ووفروا لهم قبل ما نجي يعني اليوم سلمناهم مكافأة الفوز مباراة الفتح ومباراة الفيصلي، ووعدونا إن شاء الله يعكسون الصورة، والدور الثاني نغير مركزنا يعني احنا يعني في المراكز الأخيرة، وإن شاء الله يعني ماخذ من الشباب وعد ان الصورة تتغير نهائيا. أستاذي أيضا أسألك، هل عدم وجود الهبوط في مثل هذه البطولة، بطولة الأمير فيصل، تقلل من العطاء لدى الفرق؟ لا بالعكس، يعني اغلب اللعيبه في الاولمبي في كل الفرق يعني يطمحون انهم يصعدون للفريق الاول ويعني يحصلون عقود افضل. عندنا اثنين لعيبه الحين شبه اساسيين في الفريق الاول، والمجموعه اللي هنا يعني يطمحون في كل الانديه ان شاء الله. لا بالعكس، اللي يقول ما فيها على اساس ما فيها هبوط وكذا، لا بالعكس يعني من يمكن في مباريات ودك تستمتع فيها في دوري الكاس الأمير فيصل أحسن بعض المباريات في دوري زين. نتحدث عن مستوى تصاعدي للفريق النجراني في آخر لقاءين بعد غياب طويل على الانتصارات، تأتي انتصارين 6 نقاط بعد 4 نقاط أتت يعني من وقت متأخر. صح، الحمد لله يعني كان في بداية ما في الإعداد في الدور الأول وكذا، وتلافينا الأشياء هذه وإن شاء الله الأمور أفضل. اليوم تواجه الفريق الأقوى هجوما، فريق الاتفاق 31 هدف، أيضا تواجه المهاجم الأقوى أيضا تسجيلا والأكثر تسجيلا في فريق الاتفاق، بينما دفاعك هو الأضعف دفاعا ب40 هدف. نعم أكيد، عند الرأس اللي هو تقريبا الهزاع والمهاجم عندهم تقريبا ماخذ الهداف وأكثر نسبة أهداف في دوري الكأس الأمير فيصل، ونبهنا للمدافعين للاعب هذا، وإن شاء الله نحن نعكس نستمتع بالمباراة ونقدم حنا وأخواننا فريق الاتفاق مباراة بحكم أنها يعني منقولة تلفزيونية، يعني يستمتعون الجمهور اللي يشوفونها في التلفزيون، ونعد الجمهور إن شاء الله مباراة حلوة. من خلال حديثك مع اللاعبين أنا شفتك حريص أنك تكون مع اللاعبة في غرفة الملابس، أيضا سمعت يعني في روح في حيوية، يعني أنا لما كنت جنبك في غرفة الملابس جاي أخذك للقاء حسيت يعني في روح كبيرة في غرفة الملابس. والله الحمد لله الشباب يعني الإدارة الفترة الماضية ما كان لهم زي ما تقول مكافآت ورواتب وكذا، حاولنا نحن نحفزهم وكذا، وهم قالوا اعطونا وحنا بنعطيكم، ويعني ان شاء الله يكون احسن اليوم مباراه حلوه. توقعات لك بحكم متابعتك لفريقك نجران ومتابعتك ايضا الاتفاق كشوط اول للمباراه؟ والله اتوقع انت الشوط الاول سلبي، ما بيكون في حرص يعني من الفريقين. بعيدا عن التوقعات كامنيه، اكيد امنيتي نطلع ب3 نقاط نهديها لجمهور نجران ومجلس إدارة نجران والأمير المنطقة الأمير مشعل الله يطول عمرها، وأهني منطقة نجران وأهالي نجران بتمديد للأمير مشعل فترة جاية إن شاء الله 4 سنوات قادمة، وإن شاء الله تكون نجران من أحلى إلى أحلى كمنطقة وكنادي. كل تأكيد أهل نجران حلوين دائما. الله يطول عمرك، تسلم لي، الله يعطيك العافية. كان هذا حديث الأستاذ مهدي جوبان المشرف العام على فريق نجران لكرة القدم.